كان اول واحد كان الارايفل ريت والباسنجر ديماند، الثاني كاني عمالي بقيس الى حد ما عم بقيس السبلاي بس عم بتطلع هون على البرفورمانس، والنوع الثالث اوكي. اذا النوع الثالث هذا هون لغرض دراسي اكثر منه لغرض انه افهم طبيعه وصول الناس، طبيعه وصول الناس انها مش كونستنت ارايفل، احنا عارفين انها مش كونستنت ارايفل مش هيك؟ ما عمرك بتروح على عماره وبتلاقي الناس بوصلوا كل واحد على لامدا سكندز، مزبوط؟ لامدا ايش وحدتها؟ باسنجرز بير سكند، واحد على لامدا تصير سكندز. ما في عماره الناس بوصلوا فيها كل واحد على لامدا سكندز، بوصلوا راندوملي، والراندوم بروسيس هاي بنعتقد انها وصل بوسون ارايفل او الانتر ارايفل بروسيس اكسبوننشال. هدول نفس الشيء، هدول التو ستيتمنتس نفس الشيء. عدد الناس اللي بوصل لفتره زمنيه معينه بتبع بوسون، او الزمن ما بين باسنجر وباسنجر بتبع انتر ارايفل تايم اكسبوننشال، هي نفس الفكره. واحنا بتتذكروا لما عملنا جنريشن فور باسنجرز ان سبيس شو استعملنا؟ استعملنا الاكسبوننشال، بصرنا نطلع الزمن ما بين باسنجر وباسنجر دلتا تي سميناه، واخذنا البروسيس اي تو ذا ماينس لامدا تي بتساوي راندوم، متذكرينها هاي؟ وبعدين عملنا انفيرجن لهي حتى اطلع تي، صرنا ناخذ رقم راندوم من صفر لواحد. هاي العمليه عمليه الارايفل تبعت الباسنجرز بنعتقد انها بوسون. في ناس كثير عملوا دراسات وعملوا سيرفيس يتاكدوا انه هل هي فعلا بوسون ولا لا، حتى يكون عندي احسن جنريشن ممكن. وفي مره لما اعطيت الكورس كنا ركزنا على هذا الجانب بالذات، كثير طلاب كانوا يروحوا على اي عمليه مش بس وصول ناس. في اظن مجموعه عملوا عدد الطيارات اللي بيطلعوا من المطار او بيطلعوا او بينزلوا، راح جاب نزل كل الارقام اوقات هبوط الطيارات وصعودها واطلع على البروسيس ووجد انها بوسون. ليش بتهمنا؟ اي واحد بده يعمل سيميليشن، برنامج سيميليشن بهمه يعرف الارايفل الصحيح للعمليه هاي اللي هي بوسون ارايفل. وفي عندنا شيء بالستاتستكس اسمه هايبوثيسيس تيستينج، احنا ما راح ندخل فيه بهذا الكورس. في شيء اسمه هايبوثيسيس تيستينج، اخذتوها شيء بالاحصاء، اخذتوها زي هيك بالاحصاء. هايبوثيسيس تيستينج بتحط فرضيه، بتقول انه هل ممكن اني هل ممكن العمليه هاي اللي موجوده هون تكون ناتجه عن بوسون بروسيس وستاتستيكلي، وبنعمل هذا. وبعدين بنرجع للجداول بنعمل شيء اسمه الكاي سكوير تيست، والكاي سكوير تيست بيعطيني الرقم انه هل هاي الارايفل تبع هدول، هل ممكن ارفض الفرضيه هاي ولا ما ممكن ارفض الفرضيه هاي. كلها عمليه لها علاقه بالستاتستكس، والناس اللي بيعملوا احصاء بيعملوا سيرفيز بدرسوا الاشياء اللي بتطلع عليها. هذا احد الاشياء اللي ممكن ندرسها هون، احنا ما راح ندخل فيها بتفصيل اكثر من هون. النوع الثاني في حوالي 2000 سنه 2000 2005 احنا فرضنا الباسنجر ديسيجن كلهم كانوا independent مش هيك؟ قلنا هدول الباسنجرز اللي بوصلوا كلهم independent والخيارات تبعدهم independent، ولذلك كنا نرفع للقوة P، متذكرين؟ مش كنا نقول واحد ماينس واحد على N، ايش كنا نحط هون؟ للقوة P. لما بضرب هدول الايفنت كلهم في بعض P times، معناها عمالي بقول الديسيجنز تبعت ال P passengers كانت independent. طلع ناس من فنلندا قالوا هذا مش صحيح، مش دائما صحيح، وفي ناس عمالهم بنتقلوا مع بعض. ليش ما احنا نطلع الرقم هذا؟ شو هو الرقم بالضبط اللي مجموعة الناس عددهم هون؟ احنا مفترضين انه الناس عم بنتقلوا في مجموعات مقدارها واحد، كل واحد لحاله عم بقرر وين يروح، فالباتش سايز هون واحد. اجوا الناس طلعوا شيء اسمه عملوا سيرفي وطلعوا الافرج باتش سايز، فالافرج باتش سايز كان بيتا، ومثلا بيتا كانت فرضا 1.3، طبعا هاي اون افرج. فمرات في عندنا كثير حالات اثنين بنتقلوا مع بعض بيمشوا مع بعض، حالات اقل ثلاثه بنتقلوا مع بعض، هدول وين راح يروحوا؟ على نفس الطابع. فبطلت هاي العملية هون صحيحة، لازم اجي اقسم P على بيتا. صرنا نقول ان هدول الارايفل صاروا باتش ارايفلز، عم هنا بوصلوا. هاي لها اثر على الراوند تريب تايم، يمكن اثرها قليل يمكن اثرها كبير في بعض حالات، لكن هذه هون عملوا. وطبعا في واحد منهم خلص اخذ رسالة الدكتوراه او جزء من رسالة الدكتوراه عليها كانت هاي، انه طلع على هاي الباتش سايزز وعمل عليها سيرفي وطلع الرقم هذا ونشر عليه بحث، فكان الباتش سايز. والباتش سايز طبعا بيختلف، اذا احنا رحنا على شوبينج سنتر شو بتتوقعوا الباتش سايز تكون؟ كبير اكبر.
اذا رحنا على ريزيدنشال رح تكون اكبر، اذا رحنا على اوفيسز رح تكون اقل، لانه طبيعه الناس اللي بروح على اوفيس بروح لحاله، اللي بروح على شوبينج سنتر يمكن تروح العائله كلها، يكون خمسه مع بعض مثلا. دكتور هذول شوف السوق، هذول اصلا الخمسه طالعين على نفس الطابق. ايوه هم اصلا من ضمن البوبيوليشن. صحيح. لا هم رح ياخذوا الاوقات الثانيه رح ياخذوها كامله، ما رح اعتبرهم شخص واحد. اوكي الشيء الوحيد رح اعتبرهم شخص واحد هو القرار تبعهم انهم وين يروحوا، فرح ينزل عدد ستوبس بس. هاي هي اثر مش جزء من البوبيليشن، هم جزء من البوبيليشن طبعا. يجي لحاله رح يروح على الطابق الخامس مثلا، ويجوا مع بعض كلهم راحوا على الطابق الخامس. تمام. بس لو الخمسه هدول ما اجوا عائله واحده، لو كل واحد منهم اجى لحاله وما بيعرفوش بعض ولا لهم علاقه ببعض، كانوا كلهم رح يروحوا على الخامس؟ مش لا اثروا على قرارات بعض، فالقرار بعض طبعا لما اثروا على بعض كم ستوب سببوا لي؟ ستوب واحد. الخمسه هذول كان ممكن يسببوا لي كم؟ ممكن يسببوا اربع ستوبس مثلا. هذا الشيء الوحيد بياثر على بس فتحه الباب وتسكيره ودخولهم وخروجهم رح يضلوا زي البوبيليشن العاديه، بس اثروا على عدد الستوبس الممكنه. هلا احنا متذكرين لما كنا اجي اسالكم اطلع منكم عدد ستوبس اخذ ست طلاب واسالهم وين رايحين، ايش كنت اقول لهم دائما؟ ما قرر كل واحد لحالك. هلا لو اثنين منهم اجتمعوا صاروا يروحوا على نفس المكان، اس بشكل عام راح تنزل واتش بشكل عام راح تنزل، راح ياثر هذا كله على البرفورمانس. هلا التاثير يمكن ما يكون كبير، انا ما بقول انه تاثيره كبير، بس ممكن يكون له تاثير وممكن اخذه بعين الاعتبار. فصار عندي الباتش سايزز من هون ممكن تتغير. واخر شيء هون مرات بكون في عندي ماثيماتيكال ريليشن شيبس. هلا هون دخلنا احنا بالريسيرش، الاولى والثانيه كانت براكتس، البرفورمانس والارايفل الديماند كانت براكتس. هون دخلنا اكثر بالريسيرش، هذا هون ريسيرش، هذا هون ريسيرش عميق. ممكن يكون عندي معادله معينه مثلا تو بروف ا ماثيماتيكال ريليشن شيب بين تو فيربس، هذا بصير اكثر حالات خاصه، ما راح ادخل بتفاصيلها كثير، بس احيانا بدنا نثبت معادله معينه فبنعمل سيرفي. عشان هدول هم الثلاث انواع السيرفيز الاساسيه اللي بدينا فيهم اللي هم علاقه بالباسنجر، اللي هم الارايفل والديماند. افهم الديماند، والديماند تتذكروا ممكن احطه بثلاث انواع، ابسطها كانت اي ار، عقدنا شوي حطينا اي ار زائد اي اف واي واو جي واي اف الميكس اوف ترافيك، والثالثه كانت طلعنا الماتريكس كامل. النوع الثاني طلعنا على البرفورمانس، اخذنا اشياء زي الويتنج تايم، الافرج ويتنج تايم. صحيح احنا ما حكينا هون عن الويتنج تايم، مظبوط؟ ما اسمه هون الويتنج تايم، المفروض انه نضيفه، بعرفش انا ليش مش حاطه. حطوا هون هي الويتنج تايم والترافلينج تايم كمان، بعرفش ليش مش مذكور، لانه البرفورمانس بهمني اطلع على الويتنج تايم، اطلع على الاشياء الاخرى من هون. طبعا الويتنج تايم اصعب بكثير قياسه. اذا الثاني هو البرفورمانس، طلعنا على طبيعه البرفورمانس، وهذا بصير لما يكون عندي يا اما كومبلينت يا اما بدي اقارن الاداء تبع الديزاين تبعي، هل الديزاين تبعي صحيح ولا لا؟ عارفين زي ايش؟ لو واحد بيصمم مثلا عماره ستيل ستراكشر جماعه المدني، مش هو بحسب البيم هذا والبيم هذا، بقول انه ستريس رح يكون هالقد هون، مش حلو بالنسبه له انه بعد ما ينبنى هذا يروح يحط قياسات معينه ويشوف انه هذا صحيح ولا لا، ويتاكد انه الديزاين تبعه صحيح، عشان مره ثانيه لما يجي يصمم يتعلم من الاخطاء اذا في اخطاء معينه كان في فرق. والنوع الثالث نفهم اكثر طبيعه الارايفل تبعت الباسنجر، لما بوصلوا الباسنجرز طبيعه الاراء، عشان احسن السيميليشن موديل تبعي اللي موجود هون. اذا هذول هم الثلاث اشياء اللي لهم علاقه في الباسنجرز. هلا راح نروح على الاشياء اللي لهم